في حاله قلق كده موجوده في اوروبا بسبب زياده حالات الاصابه بالحصبه. لغايه دلوقتي تم الاعلان عن 30 ألف حاله اصابه بالحصبه في 40 دوله اوروبيه. يمكن نلاقي دول زي رومانيا والمملكه المتحده اعلنوا ان الحصبه بقت وباء وطني، خصوصا ان احنا عارفين ان الحصبه مرض شديد العدوى. خلونا نتعرف مع حضراتكم على تفاصيل اكثر من الدكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه بايطاليا اللي بينضم الينا هاتفيا. صباح الخير على حضرتك دكتور فؤاد، وبدايه ايه قصه انتشار الحصبه في اكثر من دوله اوروبيه؟ صباح الخير للجميع، صباح الخير مصر. بالنسبة للأسف بعض الأمراض العدوية كان متوقع أنها ترتفع بسبب وباء كورونا فيروس. ليش؟ لأنه في هذه الحالة مرض الحصبة تقريبا من سنة 2021-22 في هذول السنتين 1,800,000 طفل في اوروبا لم يتم تطعيمهم ضد مرض الحصبه. عشان هيك احنا بنعرف عشان يعطي تغطيه قويه ومقاومه المرض لازم يخضع عنا تطعيم تقريبا 95%. عشان هيك في ارتفاع تقريبا ازيد من 40 مره بالنسبه لسنه 2023 نسبيه لا سنة 2022-21. عشان هيك لازم احنا نرجع لجميع الاشياء اللي كنا نعملها بالنسبة للوقاية وخصوصا بالنسبة للاطفال. ليش الاطفال؟ لانه مرض الحصبة من كل خمسة ثلاثة عمرهم من سنة لاربع سنين، وواحد فقط اللي عمره بعد 20 سنة، وهذا للأسف بسبب أمراض معدية خطيرة وانتشار. زي ما بنعرف أنه مرض الحصبة هو مرض ينتشر بسرعة، ولازم نعمل جميع الأمور الوقائية. بس دكتور خلينا كده ناخد الكلام بتاع حضرتك ونفصصه مع بعض واحدة واحدة كده. حضرتك بتقول لازم نرجع لأعراض الوقاية اللي كنا أو لمرحلة الوقاية ونرجع تاني. احنا كنا لما بنعمل التباعد والتطهير ده كان بيبقى خاص بكورونا، هل نفس طريقة العزل ونفس طريقة الوقاية من كورونا هي نفس طريقة الحصبة؟ لا، بالنسبة لقصدي أنا للوقاية كل طرق العلاج والتطعيم والتشخيص المبكر، يعني في عنا ازدياد في عدد كبير من الأمراض اللي بسبب عدم الوقاية والتشخيص المبكر، مثل أمراض سرطان الثدي بارتفاع كبير عند المرأة. يعني هيك لأنه في الوباء كانوش يروحوا على المستشفيات يعملوا كل سنه فحوص. بالنسبه للحصبة ينتشر بكثير، عشان هيك لازم الوقايه انه الشخص المصاب او الطفل المصاب انه يبكى في بيته، ومهم انه طريقه العدوى نقومها، لانه بنعرف انه طريقه العدوى بالنسبه للحصبة هي العطس، الانتشار بواسطه الهواء، الاحتكاك مع الشخص المصاب. لابد في هذه الحالة لما يغدى مصاب انه نغدى محافظين على المسافة وعلى الحجر الصحي بالنسبة للطفل. بس الوقاية لازم نرجع لجميع عمليات التشخيص المبكر اللي كنا نعملها، وبعدم عملها ارتفاع كبير في كثير من الأمراض المعدية والأمراض السرطانات وأمراض العظام، خصوصا هذول الثلاث أنواع اللي بارتفاع كبير. طب قبل ما نتكلم على أشكال وطرق وأساليب الوقاية، عايز أسأل حضرتك دكتور فؤاد، يعني متى يجب عزل المريض المصاب بالحصبة، وإيه هي أبرز الأعراض اللي ممكن تظهر وتبقى مؤشر على ضرورة التدخل الفوري؟ نعم، بالنسبة للمرض بده يعني تقريبا أربع أيام وبيظهر الطفح الجدري،
وفي عنده درجة الحرارة مرتفعة وفي نفس الوقت وجع في الحنجرة وأعراض كل أغلب الأعراض اللي بنشوفها في أمراض الجهاز التنفسي، العطس بالنسبة للأنف، وجع الحنجرة. لما تصير هاي الأعراض بتصل لازم يتصل بالدكتور. في هذه الحالة الأغلبية دكتور متخصص مع أطفال، ولازم يتم عزله وعلاجه. وفي نفس الوقت هنا للأسف في خطر كثير على الأم أو الأب أو إخوته اللي هم عايشين معه، لأنه عايشين في البيت. لازم نأخذ جميع هاي الوسائل. في نفس الوقت لا يستعمل نفس الملابس او نفس البشكير او نفس الاشياء اللي بيستعملها الطفل وهو موجود في البيت. ولازم يبدا ياخذ ادويه ويشرب مي كثير وفيتامينات، وفي نفس الوقت يراقبه الدكتور. هاي بالنسبه للوقايه وعمل التشخيص المبكر مع الدكتور الأطفال، وفي نفس الوقت بداية العلاج. إحنا في عنا ارتفاع كبير في أوروبا وخصوصا الدول اللي ذكرتوها، ليش؟ لأنه كان فيها نقص تطعيم بالنسبة لمرض الحصبي أزد من دول ثانية. يعني في إيطاليا فيش عنا أزمة مثل رومانيا وفي ألمانيا ودول أوروبية ثانية. ليش؟ لأنه هم نسبة التطعيم كانت أعلى بكثير بالنسبة لرومانيا. رومانيا من الدول الشرقية اللي هم سياسيا وشفناه في الوباء ضد التطعيم، عشان هيك اليوم في عنا ارتفاع كبير عندهم، وهذا يثبت أهمية التطعيم لمقاومة المرض. طيب فكرة ان الفئة العمرية احنا مش ملتزمين بيها في الاصابة، يعني الدارج ان احنا بنبقى متخيلين ان الاطفال في الفئات العمرية في السن مثلا لغاية 7-8 سنين هم الاكثر اصابة بالحصبة، ولكن احنا لقينا ان في ابتدى يبقى ارتفاع للاصابة بالحصبة في الكبار، ده اكثر خطورة يا دكتور؟ ازيد خطورة وازيد نسبة للانتشار، عشان هيك انتشر كثير. ليش؟ لأنه نوع الفيروس والطفرات الموجودة في هذا النوع، لأنه في عنا طفرات كثيرة للأسف يصيب يعني كل الفئات، عشان هيك نسبة الانتشار أقوى. وشفنا أنه في خلال سنة فقط انتشر بكثير، وهاي المتحورات لازم الواحد في نفس الوقت يكشفها، لأنه حتى الآن تم اكتشاف 5 طفرات مهمة وتطوير التطعيم حسب الطفرات الأخيرة. إحنا بنعرف أنه في علم الفيروسات للأسف المتحورات باستمرار والطفرات باستمرار. التطعيم مهم، يقاوم الأعراض الخطيرة، يقوم الذهاب إلى المستشفيات. وفي خلال سنة 2022 58 مليون شخص لم يتوفوا بسبب التطعيم. صح. وعشان هيك لازم نستمر في تطوير التطعيم على آخر الطفرات. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بإيطاليا، شكرا جزيلا لحضرتك.